الآن وقفة مع آخر أخبار المال والأعمال. أخبار المال والأعمال في نشرتنا في نشرة السادسة مع الزميلة فاطمة خليل. شكرا مصطفى ميزار، شكرا دينا فكري، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. أعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع عن انتظام حركة الملاحة بالقناة، وأن حركة الملاحة تسير بصورة طبيعية من الاتجاهين الشمالي في بورسعيد والجنوبي في السويس. أشار الفريق أسامة ربيع لأن قطارات الإنقاذ البحري للهيئة نجحت في التعامل الفوري مع طوارئ الملاحة والأعطال الفنية التي تعرضت لهما ناقلتان خلال عبورهما للقناة ضمن قافلة الشمال. أضاف رئيس الهيئة أن المعاينة المبدئية أفادت بعدم وجود أي تلفيات بالغة تذكر أو وقوع أي حوادث تلوث بمحيط الناقلتين، مؤكدا جاهزية هيئة قناة السويس للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة من خلال منظومة متكاملة تزخر بكفاءات ملاحية وخبرات متراكمة في أعمال الإنقاذ البحرية. التقى وزير البترول طارق الملا مع وفد شركة كندية برئاسة جورج ماكسويل الرئيس التنفيذي للشركة، والتي تقوم بأعمال البحث والاستكشاف والإنتاج للبترول والغاز كمشغل رئيسي في مناطق امتيازها بالصحراوين الشرقية والغربية. شهد اللقاء متابعة خطط عمل الشركة الكندية والأنشطة الحالية للبحث والاستكشاف والحفر والإنتاج في منطقة الامتياز المندمجة غرب غارب وغرب بكر وشمال غرب غارب بالصحراء الشرقية وجنوب غزالات بالصحراء الغربية. استعرض اللقاء النتائج الإيجابية لتكثيف الأنشطة وبرامج الحفر بالتعاون بين قطاع البترول والشركة الكندية، والذي أسهم في تحقيق زيادة قدرها 25% في الإنتاج البترولي من مناطق عمل الشركة الكندية خلال العام المالي الحالي، ليصل إجمالي إنتاجها إلى 12.5 برميل خام يومياً. أكدت مؤسسة التمويل الدولي العضو بمجموعة البنك الدولي أن مصر تتصدر بلدان أفريقيا الواعدة بالنمو في مجال الاقتصاد الرقمي، إلى جانب المغرب ونيجيريا وجنوب أفريقيا وكينيا بحلول عام 2025، حيث تمتلك الدول الخمسة ما لا يقل عن 700,000 مطور رقمي محترف. وتوقعت مؤسسة التمويل الدولي نمو حجم الاقتصاد الرقمي في أفريقيا إلى أكثر من 180 مليار دولار بحلول عام 2025، ما يعادل 5.2% من الناتج الإجمالي الكلي لأفريقيا. واستندت مؤسسة التمويل الدولية في تقديراتها للاقتصاد الرقمي الأفريقي إلى بيانات النمو الكلي للنواتج المحلية الأفريقية خلال الفترة من 2010 حتى 2019، والذي كان بنسبة 4% سنوياً. ارتفعت صادرات مصر من الصناعات الهندسية خلال الفترة من يناير حتى يوليو من هذا العام بنحو 10% لتبلغ 2,492 مليون دولار، مقارنة بنحو 2,271 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2022. وأظهر التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري للصناعات الهندسية ارتفاع صادرات القطاع خلال شهر يوليو بنسبة 14% لتبلغ نحو 331 مليون دولار، مقارنة بنحو 290 مليون دولار في يوليو 2022. أضاف التقرير أن أهم القطاعات التي زادت صادراتها هي الكابلات، والتي حققت زيادة بلغت نحو 52.1%، كما ارتفعت صادرات الأجهزة المنزلية بنحو 54.9%.
في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط بأكثر من 1%، حيث خيمت بيانات التصنيع العالمية القاتمة على الأسواق قبل اجتماع سنوي لمحافظي البنوك المركزية في جاكسون هول بالولايات المتحدة. هذا وهبط خام برنت بنسبة 1.57% إلى 82.88 دولار للبرميل، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.28% إلى 78.62 دولار، فيما ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 0.17% لتصل إلى 3 دولارات و11 سنت للتر. هذا وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.27% لتسجل نحو 2.05 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. توقع صندوق النقد الدولي انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي في الكويت في العام الحالي بتخفيضات إنتاج النفط، في حين سيظل نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي قويا. أضاف صندوق النقد أن التعافي الاقتصادي في الكويت مستمر بدعم من ارتفاع أسعار النفط، مشيرا إلى أنه تمكن من احتواء التضخم. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لدينا ومصطفى لاستكمال ما تبقى من السادسة. شكرا لك فاطمة خليل.